للمزيد حول الذكرى الثالثة لمقتل قاسم سليماني وأبو مهد المهندس وتأثيراتها بعد 3 سنوات، ينضم إلينا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل. مرحبا بك معنا سيد عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أصدرتم بيانا في اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي أدنتم فيه تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة حدادا على سليماني، كيف تقرؤون هذا القرار وأبعاده؟ من المعلوم تماما أنه التعدي على حرمة التعليم في العراق هي جريمة، وبالتالي يتم تعطيل إجبارا بقوة السلاح مؤسسات الدولة وبالذات المدارس والجامعات من قبل فصائل موالية لإيران، وبالتالي أمام رضا وموافقة لحكومة السوداني، يؤكد حقيقة على أنه نعيش في سابقة خطيرة تمر على العراقيين، يعني أن يتم الحداد على شخصية إيرانية يداها ملطخة بدماء العراقيين أينما ذهبت. إذا ذهبت إلى جنوب العراق فنتكلم عن 800 شهيد من تظاهرات ثورة تشرين وأكثر من 30,000 جريح، والكل يعلم بالصور والوثائق أنه كان يدير غرفة عمليات اغتيال وقمع المتظاهرين. وإذا ذهبت إلى المحافظات المنكوبة وجدت أن التهجير والتغييب والقتل قاده سليماني ومن معه الإرهابيين بشكل واضح وميداني، وهو المسؤول عن هذه الميليشيات التي قتلت وسفكت الدماء. لذلك حقيقة هذه القضية لها تداعياتها الخطيرة، ولذلك انبر الميثاق الوطني العراقي للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي لن تقف إلا بأن طالب اليونسكو وغيرها من المؤسسات المعنية بالتعليم بالوقوف بشكل واضح تماما على ما جرى من انتهاك لحرمة التعليم. وبالتالي نتكلم عن شخصيات تريد أن تذهب بالعراق باتجاه تبعية لإيران. إيران نفسها لم تعطل الدوام، وإيران نفسها حتى لم تحتفي بالمهندس، فكيف اليوم لهذه الميليشيات أن تحتفي إجبارا على العراقيين بقاتلهم؟ وبالتالي لا علاقة للعراقيين لا بالجريمة ولا بأنهم أخذوا ثأرهم، إنما الولايات المتحدة الأمريكية قتلته، ومنذ 3 سنوات هم لم يتجرؤوا على الولايات المتحدة سوى أنهم الآن يعني أطلقوا بالونات هوائية فوق السفارة رسموا عليها صور قاسم سليماني. نعم، والنقطة الأخيرة التي تفضلت بذكرها إطلاق بالونات هوائية يعني في هذه الذكرى تدفعنا للسؤال عن أن هذه الضربة الموجعة لإيران، إلا أن عملية هذه العملية لم تؤثر على التنسيق الأمريكي الإيراني في العراق، كيف يقرأ ذلك؟ لأنه حقيقة الإيرانيون وحتى قادة الميليشيات والإطار التنسيقي كلهم يريدون ود أمريكا، وهؤلاء منذ اللحظة الأولى تعاونوا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالذات قاسم سليماني تعاون مع الاحتلال الأمريكي قبل دخول القوات الأمريكية إلى العراق والبريطانية. اجتماعات السويد وسويسرا كانت حاضرة بهذا الإطار، وتحديدا مع سليماني، وسليماني كان يتجول في العراق تحت حماية الجيش الأمريكي، لأن كما تعلم أنه 2003 و4 و5 و6 وحتى بالسنوات الأخرى كانت الانتشار كثيف للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي، وكانت هناك ضربات المقاومة والميليشيات التي يدربها قاسم سليماني ويشرف عليها شاركت مع الاحتلال الأمريكي، وبالتالي هذا التنسيق لم يغب، وهذا يؤكد تماما عن الإطار التنسيقي يتاجر بقضية سليماني، وحتى الإيرانيين يتاجرون بهذه القضية أمام أنصارهم أو أمام الذين يتبعونهم من أجل الوصول إلى غايات سياسية وتفاوضات أخرى، لأن المعلومات تشير على أنه الآن الإطار التنسيقي يخول السوداني بزيارته القادمة للولايات المتحدة الأمريكية بالتفاوض على قضيتين، وهي رفع أسماء قادة الميليشيات من القوائم الإرهاب الأمريكية، وكذلك إيقاف تجميد المصارف التابعة لهذه الميليشيات وإبقاء تهريب العملة إلى إيران. لذلك لا علاقة لهم بمقتل سليماني، ولذلك هم يضحكون على الذقون وعلى هؤلاء الذين حقيقة يصورون على أنهم يريدون الانتقام من أمريكا. نعم سيد عبد القادر، يبدو أن الاتصال انقطع من المصدر بالسيد عبد القادر النايل، إذن نعود بعد قليل.
من يعيد للعراق أمواله التي تهرب في ظل حكوماته المتعاقبة منذ احتلاله وإلى الآن؟ ما تداعيات نزيف تهريب النفط والعملة على الاقتصاد والواقع العراقي؟ هل ستكون حكومة السودان مكملة لمشروع استنزاف ثروات البلاد؟ هذه المحاور نناقشها في حلقة تحت الضوء بعنوان: هل حكومة السودان وفت بوعدها في محاكمة الفاسدين؟ مرحبا بكم من جديد. نستأنف حوارنا مع ضيفنا الأستاذ عبد القادر النايل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. مرحبا بك معنا مرة أخرى. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. بعد 3 سنوات على مقتل سليماني، كل التهديدات التي قيلت في موضوع الثأر والانتقام لم تنفذ، وفي كل ذكرى كما تفضلتم الآن يتم الحديث عن ذلك، وحتى أننا سمعنا بعض التصريحات اللافتة في الحقيقة وتتعلق بأن هناك مجموعة من الذين يجب أن يحاكموا، منهم الرئيس الأمريكي وغيره من القادة الأمريكان الكبار والوزراء السابقين كوزير الخارجية والدفاع وما إلى ذلك. كيف تقرؤون ذلك؟ نحن نقرأ على أن هذه التهديدات نفذت، وهي بالتأكيد نفذها الإيرانيون والميليشيات التابعة لهم في العراق، من خلال قتل العراقيين، ومن خلال تهجير العراقيين، من خلال السلاح على مدن العراقيين الذي أصبحت منزوعة السكان، ومن خلال تهجير العراقيين أو حرمان 1,000,000 نازح من الخيام من أوراقهم الثبوتية. وبالتالي عمليات التصفية جرت على العراقيين فقط، ولذلك هذا هو العدو الحقيقي للإيرانيين، لأنهم يريدون كسب ود أمريكا بزيارة معاناة العراقيين. أما على الجانب الآخر، تهديداتهم باتجاه أمريكا هي أشبه بالأضحوكة حقيقة، وهي مزيدا من السخرية. الشعب العراقي بدأ حقيقة يعي هذه القضية، وعلى العالم أن حقيقة يرى سخرية إيران من عمليات تهديدات على الأراضي العراقية. إيران لم تهدد، إنما تطالب خارجية إيران من خلال زيارتها القادمة بالملفات، تطالب بأن يكون للعراق دورا في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، ما علاقة العراقيين بذلك؟ هذه قضية تؤكد على أن الإيرانيين يستخدمون الأراضي العراقية من خلال مرتزقتهم، وهذا يؤكد حقيقة من خلال ادعاء هؤلاء في الإطار التنسيقي أنهم رهنوا العراق إلى إيران من خلال هذه التهديدات. وإلا يعني مزيد من هذه المشاهد حقيقة المضحكة، عندما يصدر ما يسمى مجلس القضاء مذكرة قبض باتجاه دونالد ترامب، ويطلب من الشرطة المحلية القبض عليه حقيقة. لذلك هذه التهديدات الجوفاء لا قيمة لها، وبالتالي الأيام كشفت، ونحن نتكلم عن 3 سنوات، كشفت ادعاءاتهم وزيفهم بهذه التهديدات التي لا قيمة لها على المستوى الميداني. أشكرك جزيلا عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل.